على بركته نتوكل منه دائما وأبدا. طلب السداد والتوفيق والنجاح، انطلاقاتنا متواصلة، التحديات مستمرة من هنا من عاصمة الميادين، من ميدان الوثبة أقوى الميادين، وحتى لتتواصل هذه التحديات وهذه الانطلاقات، انطلاقات سن الجذاع، حيث تندفع وتنطلق هذه الأسماء وينطلق شوطنا السادس الخاص بالجذاع الابكار، المهجنات ليتابع الاسماء وليتابع الشعارات ومقدمة الشوط. ازعاج على المركز الاول، محمد بن فالح بن حمد النعيمي ينطلق بازعاج على صدارة هذه الاسماء. النقلة والانتقال على المركز الثاني، حيث اجد في هذه اللحظات انطلاقة العنود ناصر بن محمد بن مصلح الاحبابي ينطلق بدوره على المركز الاول. المركز الثالث وتابع كحال هي القادمة، محمد بن خلفان بن كراز يتقدم بشعاره على المركز الثالث والمركز الرابع. التجاوز في هذه اللحظات والانطلاق من شفة احمد بن سعيد بن احمد الرميثي. الدور يا اخواني دور اللي على المركز الخامس، خيال احمد بن مطر بن ماجد الخيالي يتقدم على المركز الخامس وينطلق، بينما القادمة على المركز السادس وصولي شديدة، محمد بن حمد بن مضحية العامري يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس والمركز السابع. اشوف القدوم، اشوف الوصول في هذه اللحظات من انجاز هزاع بن ناصر بن سرود الخيالي، هو القادم وهو المنطلق على المركز السابع. المركز الثامن سحابة سعود بن حمد بن علي بن سعيد الجديلي يتقدم وينطلق بالنظيمة بشعاري هناك وبانطلاقاته، من يقدم لنا سحابة على المركز الثامن في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع القدوم من نهابة عبيد بن احمد بن حمد الضاري والقادم على المركز التاسع. والمركز العاشر وصول شعار الرميثي وانطلاقات عز علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي يتحرك وينطلق على المركز العاشر. هذه هي الأسماء، ويا من تتابع ويا من تراقب الأمور والتحدي، الشعارات التي تبحث عن الفوز وعن الانتصار وعن التحدي الكبير والعودة من جديد إلى مقدمة الشوط، إلى صدارة الشوط، إلى انطلاقات وحضور العنود، العنود اللي تنطلق على المقدمة. ناصر بن محمد بن مصلح الأحبابي يسيطر الاحبابي على المركز الاول بانطلاقات شعاره، بن مصلح يعلن لنا حضور العنود وانطلاقها بهذا المستوى الجميل. المركز الثاني ازعاج، ازعاج محمد بن فالح بن حمد النعيمي على المركز الثاني ينطلق بازعاج. المركز الثالث القدوم الوصول من شفة احمد بن سعيد بن احمد الرميثي على المركز الثالث ينطلق بشفة ويتحرك بشفة، وشوفوه ممتلئة بالناموس وبالانتصار مع شف هناك بانطلاقتها. المركز الرابع خيال هي القادمة، خيال بانطلاقتها، احمد بن مطر بن ماجد بن طارش الخيالي يتقدم وينطلق. الفيلسوف على المركز الرابع بتحديات هذا الشعار التاريخي والكبير. المركز الخامس وصلت شديدة، محمد بن حمد بن مضحية العامري يتحرك على المركز الخامس يهاجم المراكز الأمامية، بينما بالنظيمة قادم بسحابة شعارة يقدم مستويات كبيرة. بالنظيمة سعود بن حمد بن علي الجديلي مع سحابة، كيلو ونصف الكيلو والأسماء بدأت تقترب. يا
من تتابعون يا من تراقبون، أتابع شعار الرماثي وأتابع انطلاقة كحال معك يا بن كراز وبن سرود مع إنجاز، والرماثي قادم في هذه اللحظات بانطلاقات شعاره والوصول كذلك من مزن عامر بن سعيد بن محمد الوهيبي وشعاره هناك، الخبير يقترب عوض بن مبارك المهيري والمجازف كذلك الآخر يقترب هو الآخر بانطلاقته عوايد عوايد، ولكن وين الكيلومتر الأخير والخطير والكبير يا مالك شفه شفه بالناموس الرماثي، ولكن وصلت الأسماء وانطلقت وتحركت عوايد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ينطلق يتجاوز المراكز الأمامية، ولكن شف الرماثي تعب الاستسلام ترفض الاستسلام، شف 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 على المقدمة أحمد بن سعيد بن أحمد الرماثي انطلق بالفوز انطلق بالتحدي، مالك شف بهذا الانتصار بهذا الاسم الجميل بهذا التحدي الكبير بهذا الأداء المثير، يا سلام عليك يا الرماثي سلام أحمد بن سعيد بن أحمد الرماثي، مالك شف يقدم هذا المستوى يقدم هذا العرض أو الأداء الكبير من هنا من عاصمة الميادين إلى السمح السلام إلى السمح الناموس، إن واصلت شف على هذا المنوال بهذا الانطلاق، بن زيتون على المركز الثاني يحاول مع عوايد، الله يا اللحظات الأخيرة شف الرماثي عوايد بن زيتون، ولكن خلاص تهانينا والناموس يا الرماثي أحمد بن سعيد بن أحمد الرماثي على فوز شف في المركز الأول، المركز الثاني كانت عوايد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الثالث كانت الانطلاقة من شقرة راشد بن صدام غالي المنصوري، والمركز الرابع وقسام راشد بن علي بن نويس المنصوري، المركز الخامس والمركز الخامس كانت علاج عوض بن مبارك بسعيد المهيري، تالينا والناموس العودة إلى التوقيت الزمني ولحظة الانطلاق مع شف أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، من انتزعت ناموس هذا الشوط لحظات وصوله وتوقيتها الزمني شف 7:43 جزءا واحدا من الثانية، شف من خطفت ناموس هذا الشوط أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، تانينا والناموس المركز الثاني، كان التوقيت الزمني لحظة الوصول 7:43 خمس أجزاء من الثانية هي عوايد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الثالث التوقيت الزمني لحظة الوصول 7:47 جزءا واحدا من الثانية، كانت شقرة على المركز الثالث راشد بن سلطان بن غالب المنصوري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.